هذا المجتمع الذي تتكلم عنه وبهذا الشكل سيطر سيطرة كبيرة جدا وأضعف الدول المجاورة وله دعم عسكري ودعم سياسي. أخي الكريم، الحكم على الشيء من ضمن السيطرة، سيطرة على النفوذ السياسي للدول العظمى، نال موافقة واعتماد الدول العظمى في العالم كله، عنده من وسائل الإعلام ما لا تملك أنت ولا غيرك. أخي الكريم، الحكم على الشيء فرع عن تصور. نعم. تصور حقيقة الأفعى الصهيونية، من يتصورها تصورا شاملا يدرك حقيقة الواقع الذي نعيش فيه. المخطط الصهيوني قبل 1924 مر بحتمية القضاء على الدولة العثمانية بعد إضعاف الدولة العثمانية حين تمكنت منها الكبورية والفرق الضالة المنحرفة، السلطان عبد الحميد الثاني، والسلطان عبد الحميد الثاني عليه رحمة الله، حين تمكنت الفرق المنحرفة من الدولة العثمانية وظهرت الشعوب الأتراكة، حين ذهب جاء يهود الدلمة وجاءوا بمصطفى كمال أتاتورك ليكون خنجر في جسد الخلافة العثمانية، حين تم التمهيد لهذا الأمر عقب إصدار ما يعرف بوعد بولفور، حين أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، حين أعطى المندوب السامي البريطاني الذي كان يحكم مصر ويحكم بلاد فلسطين وعد بإقامة وطن قومي لليهود في بلاد فلسطين، حين تم استجابة المنطقة لما يعرف بمخطط سيكس بيكو وتم تفريق بلاد العرب إلى 22 شعب في الأصل اللغة واحدة والديانة واحدة والرب واحد والمنهج واحد. نعم. قسموهم إرب إرب إلى دويلات تخدم المشروع الصهيوني في القريب أو في البعيد. عندنا كيف، ما هو الدعم؟ سنتكلم عن المناطق العربية والإشكالات الموجودة حولها، لكن ما هو الدعم الذي يحصل عليه اليهود مقابل ذلك؟ اليهود هناك دعم كما لا يخفى على شريف علمك. نعم. عسكري من. نعم. أمريكا. نعم. تمدها بالسلاح. نعم. وبأنواع الأسلحة الفتاكة، إلى جانب أن الكيان الصهيوني يصنع. نعم. قنابل معروفة كما لا يخفى على شريف علمك، وهناك دعم سياسي. نعم. من أساليب الدعم السياسي إضعاف الدولة الكبرى مصر. لا. طب فين، كلمنا عن أنواع الدعم السياسي الموجود الذي وصل به هؤلاء إلى هذا الشكل. يجب أن يعي المواطن العربي والمواطن المسلم والشاب العربي والشاب المسلم أن المجتمع الغربي والمجتمع الأمريكي والمجتمع العبيد الصهيونية على مستوى العالم أو أتباع الصهيونية على مستوى العالم هم لا يدعمون إسرائيل، لأن إسرائيل جزء منهم. إسرائيل ليست دولة وأمريكا دولة. إسرائيل مقدمة للحكومة الأمريكية نكاية في بلاد العرب المسلمين. إسرائيل هي رأس الحرب في الحكومة البريطانية التي تعتبر شعوب البلاد العرب خاصة في منطقة الشرق الأوسط الدويلات التي كانت محتلة من قبلهم، تتعامل معنا بالتعامل المالك والمستأجر، وكأن الحكومات الموجودة في بلاد العرب مستأجرة عند ما هذه النقطة. كيف لهؤلاء الشراذم يأتوا من دول العالم ويقتنون فلسطين وهم من دولة شراذم لا أصل لهم ولا قيمة لهم ثم يحكمون العالم؟ يا أخي الكريم، خلينا نكون صراحة يا شيخنا، الدول العربية تخطب ضد إسرائيل منذ زمن بعيد. نعم، أليس كذلك؟ وحصل تطبيع مباشر وغير مباشر من الدول الإسلامية بين قوسين والعربية. يا سيدي الكريم، الصهيونية قبل أن تقيم إسرائيل في بلاد فلسطين أقامت ما يشبه إسرائيل في بلاد الشام. ما الفرق بين الكيان الموجود في بلاد الشام، الكيان النصيري حتى والكيان الدرزي؟ إفريقيا، هل هناك اختراق لإفريقيا؟ اختراق في إسرائيل. إثيوبيا يا أخي الكريم، المشاريع التي تقام في إفريقيا ما هي إلا خادمة للمشروع الصهيوني الذي يجمع بين النصارى المتعصبين جدا للمشروع المشروع الصهيوني، واخبالك، ويجمع شرازم اليهود ويجمع شرازم علماء السياسة. يا أخي الكريم، قبل أن نعاتب المشروع الصهيوني، لماذا أنتم تمتلكون مشروعا؟ لازم أن نعلم أمرا مهما جدا. نعم. الأمة التي لا تمتلك مشروع يعصمها تصبح جزءا من المشاريع الآخرين. يا سلام. نحن الذين فرطنا أخي الكريم. نحن الأمة التي أخرجها الله عز وجل كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. ورحم الله من ألف كتابا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. لقد خسرت الأرض كلها حين تخلى المواطن المسلم عن المهمة التي جاء من أجلها والتي عبر عنها ربعي بن عامر حين قال: نحن قوم
ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. حين ضاق الإسلام بين المسلمين ابتلاهم الله بالصهاينة. حين ضعف التزام أهل الإسلام بشعائر الإسلام ابتلاهم الله بالصهاينة. إسرائيل عقاب من الله للأجيال الموجودة. انتهبت الأجيال الموجودة باستطاعتهم إحداث الفارق. إن الثلة المباركة في حماس استطاعت أن توقف المارد الصهيوني، استطاعت أجذوبة الشعب الذي لا يقهر. هذه أجذوبة أخي الكريم، يراد منها تحطيم النفسية وتحطيم المعنوية عند الشعب العربي والشعب المسلم. بالأمس رأينا نازحين من غزة من الشمال إلى الجنوب، نعم، ورفعوا رايات البيضاء، نعم. كيف ترى هذا المشهد؟ هل فعلا نقول جزاء لأهل غزة، جزاكم الله خيرا، لقد وفيتم، لقد سددتم فاتورة التخاذل التي تعيشها البلاد العربية عامة والحكومات العربية بصفة خاصة. أخي الكريم، إن الحكومات العربية خاصة التي تمتلك الأموال تريد أن تستثمر في الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هل نحن نظلم الحكومات العربية الآن؟ لا أتكلم عن التشرذم والتفكك، نعم، الموجود، لكن أظلمهم لأنه يعني حدثت لهم ثورات لم تحدث لهذه الدولة الكيان الصهيوني منذ أن نشأت من 67. قال تعالى دعني أوصل الفكرة، نعم، من 67 ليس هناك ثورات قامت في هذه البلاد، نعم، لكن عندنا ثورات تتعاقب بعدها ثورات بعدها ثورات. ثم هل هؤلاء الحكومات وما فعلوه في هذه الأيام من تشرذم يحسب على دولة الكيان؟ جرح غزة التطبيع المباشر، نعم، يحسب عليهم. جرح غزة يداوي كل الجروح. حين ضربت غزة بما يعادل القنبلة الذرية والقنابل الذرية، أعتقد أن هذا الأمر كان يجمع كل المختلفين في بلاد العرب وبلاد المسلمين. ليس هناك مجال للصراعات الداخلية في بلاد العرب وبلاد المسلمين بعد جرح غزة، لأن الأمر خطير. إن زالت غزة أعتقد الحبل على الجرار، والمشروع لن يكون ما دام في عرقنا دماء، لكن المخطط الصهيوني يقوم على اقتلاع غزة والمضي فيه من الفرات إلى النيل. خاصة هذا الأمر لك أنت أستاذ، خاصة بعد تمكين الباطنية الخمينية من العراق العزيز. نعم. يجب أن يعلم الشاب العربي والشاب المسلم أن البلية الصهيونية غطت على بلايا، منها البلية الباطنية والبلية الخمينية، نعم، والبلية الطائفية السياسية وبلية الدواعش التي تسعى إلى تدمير النواة الصلبة لبلاد العرب حتى يكونوا فريسة عند بني صهيون.